جرى عليا راجلي. على بنتي ما بغاش تزوج بصاحبه، قال لها خرجي، قلت لي تخرجي نخرج انا. متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم متواجدين مع واحد الحاله انسانيه هنا في مدينه الدار البيضاء، واحد الحاله اللي ربما كتحتاج المساعده المغاربه كاملين. قبل ما نقنعكم انكم تعاونوا، غنحاولوا نسمعوا قصه المشاكل اللي كتعاني، المصروف اللي كتحتاجه ما لقياش، ربما حتى الاكل اللي محتاجاه ما لقياش. غنسولوها نعرفوا قصتها، وموراها كنتمنى انكم كاملين تعاونوها. طبعا اللي ما قدرش يعاونها يصيفط الفيديو للناس اللي قادرين يساعدوها. عرفني عليك. السلام عليكم. انا شد. السلام عليكم. صافي. انا الخوت كنواجهكم اليوم، بغيتكم تعاونوا معايا على الكرة. راه ما عندي لا حنين لا رحيم. خويا ولد امي وبا ما عقلش عليا. فاميلتي كيدود ما عقلوش عليا. عندي بنتي مزوجة في بن قرير، ومزوجة بواحد خينا انا كنت كنصيفط ليها. الغالب الله دابا ما بقاش عندي ما نصيفط. فاش كنتي كتخدمي انت؟ كنت خدامه في السبيطار سيدي عثمان، خرجت منه تهرت رجلي، خدمت ماشين واحدة الهاروسي بنورز ديال الدراري الصغار. كنت كندير الميناج، مني ريبو دوك الطواليطات، زادو الطواليطات الاخرين داروا لهم الحوانت، عطاوني طواليط قالك تخدمي فيها ب 4000 ريال الشهر، وانا ما عنديش واش نخرجها، واش ندخلها ولا ما ندخلهاش. انا فكرت قدر ما دخلتهاش، بركت ما خدمت ما والو، بقيت على الراحه. دابا كنقلب على خدمه ما لقيت لا خدمه لا والو. بغيت نقولكم اخوتي انا واجهتكم، ولكن انا عزيزه عندكم، وانتم كاع خوت وحنا خوت، تعاونونا على الكره. فهاد الشهر فين كاريه دابا؟ كاريه في حي المحمدي المشروع زيد الحزام. شحال كاريه؟ 10000 ريال بالمودو. انا بغيتكم تعاونوني دابا هاد الشهر، وحلت الا ما عنديش غادي نخرج الزنقه، غنخرج حوايجي وغنخرج الزنقه، حيت ما عنديش الليبيه، لا امي لا با، العائله كاع ميتين، الفاميله كلها ميته عندي. الله ما كتخدميش دابا؟ لا على الراحه وسير الماكله، كنشقر باش ناكل. شنو كتشقر؟ الناس بحال وجهك كيعطيونا باش نشري شي حاجه قليله، شرب بيضات اللي كان كنديرو في العشاء. واش كتطلب؟ لا قسم الله كيعطيوه ليا. يعني كتطلب الناس؟ كنطلب الناس كيعاونوني. فاش كتطلب الناس ما كيكونوش باغيين يستغلوك ولا؟ لا كاين اللي كيعطيني كيقول لي ها كيفاش تعاوني بعدا تتعشاي بها ولا تتغداي، هادشي اللي كاين. لوجه الله. لوجه الله بحال خوتنا. واخا شوف الناس وقول لهم الرسالة الأخيرة، شنو تقول لهم باش يساعدوك؟ الرسالة الأخيرة، أنا خرجت من الزقة شي عام هادي، جرى عليا راجلي، شردني من لالا مريم، عندي جوج وليدات، على بنتي ما بغاش تزوج بصاحبه، قال لها خرجي، قلت لي تخرجي نخرج انا، قلت لي المشا كتجمع ولادها، وتشردت حدا ميريزكو، ومن ميريزكو كراو لي جمعية، هما اللي داروا فيا خير، تكراو لي شهرين، وبعدو خلوني كنتجبد راسي. دابا انت مطلقة؟ أنا مطلقة. ما عقل لي حتى واحد صراحة. قال شي دعوة للمحسنين اللي يعاونوا؟ دعوة للمحسنين، أنا بغيتهم يكونوا معايا والله يسهل عليهم ويكون معاهم، ولا بقيت فيهم شي محسن يتهلا فيا يخلص لي عاد الكرة عاد الشهر إن شاء الله. تنتحرك شي خديمة وديك الساعة يكون الله ما إيدي الله ما دار إن شاء الله. ما يكون على خير. السلام عليكم. متابعينا الاوفياء، كيف ما سمعتوا هذه قصه الاخت سعاد اللي ربما جرى عليها رجلها، وربما اولادها وخوتها وعائلتها، وحتى واحد ما عقل عليها. كنتمناو، وطبعا انا متاكد ان المغاربه هما لا يعقلوا عليها، وان المغاربه غيوقفوا معها، لاننا الحمد لله بلد العطاء،
البلد اللي كيوقفوا الشعب ديالو مع بعضهم. كنتمنوا ان شاء الله انكم تساعدوها ولو بالبسيط. من هنا المقطع اخر كنقول لكم الى اللقاء. جرى عليا راجلي. على بنتي ما بغاش تزوج بصاحبه، قال لها خرجي، قلت لي تخرجي هي نخرج انا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.